لو كنت شفت الشوط الاول لماتش الزمالك والاتحاد مستحيل مستحيل فعليا انك تقول ان المباراه دي اقل حاجه ممكن يعني تنتهي نهائي الزمالك 5-0 6-0 7-0 لكن تنتهي بالتعادل 1-1 ده امر فعلا ما اعتقدش كان ممكن اي حد يتوقعه خصوصا اللي شافه الشوط الاول مباراه صعب جدا صعب جدا اللي حصل في الدقائق الاخيره. اهلا بيكم طبعا في حلقه جديده من ترند يلا كوره وتحليل ماتش الزمالك والاتحاد او النادي الاتحاد نادي الزمالك بصفه نادي الاتحاد كان هو مستضيف المباراه. لكن اللي حصل النهارده فعلا عجيب عجيب تحت يعني مش ممكن ان اي حد يتوقع او يصدق اللي احنا شفناه. ليه؟ نادي الاتحاد دخل المباراه دي يا جماعه وهو ناقص 11 لعيب يعني اسامي كبيره جدا. بنتكلم على سالتو بنتكلم احمد رفعت البلاي ميكر الرئيسي للفريق سيسي لعيبه كتير قوي الافارقه كلهم محترفين لعيبه كلها تقيله في قائمه نادي الاتحاد ما قدروش يشاركوا الاسباب سواء طبيه او اسباب الايقاف او حتى اسباب ان بعض من لاعبي نادي الزمالك المعارض ما ينفعش يشاركوا او بعض الامور الاداريه يعني. لكن كل الاحوال دي تخلي نادي الزمالك النهارده يحقق فوز مرتاح ومفروض المفروض في وجهه نظري الشخصيه ان طبعا كل مباراه بنلعبها بعد العوده من التوقف بتاع كورونا يخلينا بدنيا احسن والنهارده نادي الزمالك لحد ما بدنيا كان احسن من مباراه النادي المصري. الشوط الاول نادي الزمالك لعب بطريقته المعتاده وكارتيرون حط الاثنين مساكين في نص الملعب وكابتن عبد يوسف زي ما الكابتن حلمي طولان عمل قدام فايلر والنادي الاهلي وهو فاهم تماما الناحيه البدنيه وطبعا الغيابات اللي عنده راس لعبته 6-3-1. خالد قمر كان بيعمل دوره الدفاعي من هنا من نص ملعبه مش من نص ملعب نادي الزمالك. طب اضيف لك على كده كمان ان خالد قمر في الناحيه الهجوميه نادي الاتحاد كان 3 لعيبه بس اللي بيروحوا 3 لعيبه وخالد قمر كان بيعمل يعني كان بيرجع لعيبه نادي الزمالك للخلف عشان يدافعوا. خالد قمر كان بيلعب فولس ناين فولس ناين اللي كان بيلعبها ميسي مع جوارديولا نفتكر المهاجم الوهمي. خالد قمر يعني ما شفتوش خالص في الشوط الاول بيلعب راس الحربه الصريح اللي داخل جوه منطقه الجزاء لان الفرقه ما فيهاش اللي يستلم الكوره ما فيهاش الخبره مجموعه لحد ما في الجانب الهجومي من اللعيبه الشباب وبالتالي خالد قمر كان هو عليه مسؤوليه ازاي يحول فرقته من الدفاع للهجوم بحاجتين هو اللي يستلم وهو اللي يحاول. طبعا الفني ده كان صعب جدا ليه؟ لان خالد قمر ما كانش عنده القدره البدنيه انه ينزل يستلم الكوره في الحته دي لما ياخد الكره العاليه ويلف ويرجع تاني لمنطقه جزاء نادي الزمالك وده اللي خلى نادي الاتحاد لما كان يجي يلعب الكره العرضيه في بعض الاوقات من اوقات الشوط الاول كانت الكره بتروح مفيش حد جوه اصلا مفيش الكره العرضيه ملعوبه مفيش حد جوه منطقه جزاء نادي الزمالك وبالتالي ده كانت فرصه حلوه جدا نادي الزمالك انه يعمل اداء ويعمل سكور. لحد ما الهدف الاول تاخر ليه الخمس دقايق الاخيره لما فرجاني ساسي استغل برده دربكه في منطقه الجزاء من احد الكرات العرضيه بنفس المنوال اللي شفناه في مباراه النادي المصري. بس النهارده لعيبه نادي الزمالك كان عندها اريحيه في التحرك وخصوصا محمد حسن. ليه؟ لان بقى في النهارده حد جه جنبه طارق حامد قدر يعمل كل شغل الكتير في قطع الكوره والتغطيه. شفنا محمد حسن النهارده عنده اريحيه كتيره قوي كبيره جدا في اللعب والتمرير ويقطع الكره بكل راحه مش مضغوط عصبيا لان جنبيه وحش نص الملعب هارد وركر ورك ريت عالي جدا طارق حامد بيقدر يغطي ويديله الامان في التحرك وانه يتقدم لقدام مع فرجاني ساسي اللي برده ما زال هو للمباراه الثانيه على التوالي صاحب احلى يعني لمسه في الفريق. لكن برضو عايز اتكلم على لاعب في نادي الزمالك اسلام جابر المباراة التانية على التوالي بيقدم مستوى مقبول جدا 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 في الشوط الاول بتكلم على الشوط الاول مقبول جدا جدا خصوصا في الكرات العرضية لاسلام جابر بقى بيكمل فيها وبقى فاهم جدا الدور ده ازاي النهاردة اول ما الكرة تتحول للجنب العكسي انا لازم اخش
على منطقة الجزاء عشان ألعب دور المهاجم رقم 2 جنب مصطفى محمد، لحد ما بعيد جدا جدا عن مستواه من الشق البدني، ومحتاج أعتقد أنه يشتغل على نفسه كتير قوي في التدريبات وفي الجيم عشان يرجع اللمسة بتاعته والحركة تبقى خفيفة سنة. واضح أن حركة مصطفى محمد بقت تقيلة، ودي اللي مخلياه مش قادر يلحق اللمسة الأخيرة. كل ده اللي بتكلم عليه كان في أول 45 دقيقة وانتهى بالهدف اللي شفناه، مباراة من جانب واحد. مستحيل بعد ال 45 دقيقة دي حد ممكن يقول إن الفرقة اللي لابسة أخضر دي مهما كانوا مين يقدروا يكملوا 45 دقيقة تانية بدنيا، ويقدروا كمان إن هم ياخدوا نقطة من المباراة دي. الشوط التاني سيبنا بقى من التحليل عشان اكون بكلمكم بصراحه بامانه، وما اقولش انا يعني مش هقول كلام يبين ان انا بعرف احلل او محلل مميز، لا. الشوط الثاني شوط لعبت نادي الزمالك، انت رايح باربع انفرادات، اربع انفرادات بحته وسط خمول وكسل وتعب وكل حاجه ممكن تقولها سلبيه على لعيبه نادي الاتحاد اللي في الشوط الثاني. طبعا لحد ما طبعا الكابتن طلعت يوسف بدا عمل الخمس تغييرات كلهم في خمس لغايه الدقيقه 76 لما نزل في الاخر، اعتقد اخر تغيير كان حسن يوسف، وطبعا محرز الهدف احمد راشد. لكن طبعا نادي الاتحاد شفناه في الشوط الاول بيلعب بال 6-3-1، في اخر ربع ساعه بدا يبقى فيه بعض بفضل التغييرات والدم الجديد بدا يبقى فيه بعض المخاطره، قلنا خلاص يا جماعه تعالوا بقى نتقدم ليه نص ملعب نادي الزمالك. وفي الشوط الاول لما كنا بنشوف ثلاث لعيبه بس في نص ملعب نادي الزمالك، بقينا نشوف خمسه وسته داخل نص ملعب نادي الزمالك. الامر طبعا ان لعيبه نادي الزمالك حاسين المباراه في ايدهم، اي كوره بتروح بيها انفراد. نادي الاتحاد في اخر ربع ساعه لما غير طريقه لعبه بدا يبقى فيه بعض المخاطره الهجوميه، وبعض طبعا اهم حاجه الزياده العدديه، انك انت الشوط الاول ما كنتش عندك اي زياده عاديه في نص ملعب نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك دفعوا ثمن اهدار هذا الكم من الانفرادات والفرص. انا بقول لكم اربع انفرادات بخلاف الكرات الثابته سواء الركنيه او الكرات الثابته حوالين منطقه الجزاء، وبخلاف كمان الهجمات المرتبه او المعمول لها بيلدنج اب اصلا من نادي الزمالك، بخلاف الهجمات المرتده اللي حصلت وهذا الكم من الانفرادات اللي ضاع، خصوصا كره طبعا احمد سيد زيزو كانت كره سهله جدا. معنى ان تجيب الهدف الثاني انت قتلت امال نادي الاتحاد في العوده، لكن طول ما كانت نتيجه 1-0 لعيبه نادي الاتحاد عندها الامل. استغلوا الخمس تغييرات، كابتن يوسف استغل الخمس تغييرات بشكل مميز في انعاش فرقته، وقدر ان هو ياخد كوره طايشه خلاص انت بتلعب في اخر دقائق، في ركنيه اتلعبت ارتدت رجعت نزلت اترفعت مره اخرى احمد راشد طبعا زي ما عمل فرجاني ساسي في الهدف في هدف نادي الزمالك في الشوط الاول، عمل الفيرست تايم شوت وراح جايب هدف التعادل في وقت كان يصعب طبعا على نادي الزمالك ان هو يقدر يعمل هجمات، خلاص كان هم اربع دقائق وقت بدل ضايع، ناقص دقيقه ونص، كان صعب جدا جدا انك تلحق تجيب هدف انتصار. مين ضيع النقطتين على الزمالك؟ مش كارتيرون، مش الجهاز الفني، مش اي حاجه، ولكن لعيبه نادي الزمالك والرعونه اللي تسببوا فيها في الشوط الثاني، وده في وجهه نظري الشخصيه درس مهم جدا 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 للعيبه، اهم لي قصدي يعني مباريات افريقيا اهم من مباريات الدوري. خلاص انت عارف ان الدوري بصراحه موضوع صعب، حتى لو كنت كسبت الموضوع صعب جدا، الاهلي فارق فنيا وبدنيا طبعا، فارق اكيد طبعا بالنقاط، فرق 18 نقطه، موضوع بعيد جدا، بقى الفرق اعتقد 20 نقطه، موضوع بعيد جدا جدا في المنافسه على الدوري، ولكن الدرس ده لازم تفتكره عشان مباراه مواجهه الرجاء في السيمي فاينل، هو ده المهم لنادي الزمالك في الفترة الجاية. دي كانت حلقتنا النهاردة من ترند يلا كورة تحليل مباراة نادي الزمالك، نادي الاتحاد نادي الزمالك. طبعا مبروك نادي الاتحاد، النقطة غير متوقعة هاردك نادي الزمالك، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية من ترند يلا كورة مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي. شكرا جزيلا، كريم سعيد.